يسأل أيضا شيخ صالح، كم عدد ركعات صلاة التراويح؟ ليس لها عدد معين، والعلماء مختلفون حسب اجتهاداتهم، فمنهم من يرى أنها 13 أو 11، ومنهم من يرى أنها 23 كما صلىها أبي بن كعب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي عمر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرى أنها 36 إلى غير ذلك من الأقوال، والأمر في هذا واسع. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأمر يختلف باختلاف نوعية الصلاة، فمن كان يطيل القراءة والركوع والسجود فإنه يقلل من عدد الركعات لأن هذا يرفق بالناس، ومن كان يخفف القراءة والركوع والسجود فإنه يكثر من عدد الركعات. نعم.